خطوة البداية ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، انتخابات جادة تشهد تنافسية سياسية، والتي كانت من أهم ثمار الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع طوائف الشعب المصري بمختلف توجهاتهم. بدعو جميع المصريين للمشاركة، انزل شارك قول رأيك، لا تستمع للأصوات المحبطة، أكيد صوتك بيفرق. الشعوب، أي شعوب، مصر أو غيرها، عندها طريقتين في التغيير. الطريقة الأولى هي أنها تعمل دوشة وعنف وثورة وكلام من ده، والطريقة الأخرى هي التصويت، التحول السلمي عن طريق الانتخابات. احنا مش عايزين دوشة ومش عايزين أي هدم، احنا عايزين بناء، وبالتالي بدعو حضراتكم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة. مصر تستحق أن تكون في منطقة مختلفة عما هي عليه. طبعا بنحدث بعض الإنجازات، لكن ممكن مزيد من الإنجازات. هذه البلد تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في العالم. انزل عشان بلدك تستحق منك كده، وعشان أنت كمان تستحق أنك تختار مستقبل أفضل لنفسك ولأولادك، وأن المشاركة الإيجابية وتواجدكم هتكون رسالة للعالم كله أن الشعب المصري مصمم يكمل كل الإصلاحات اللي بدأناها. وجهة نظري أن أولى خطوات هذا الإصلاح على جميع المستويات هي مشاركة أفراد الشعب في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر لاختيار المرشح الذي يرونه من وجهة نظرهم هو الأفضل لأداء هذا الإصلاح خلال 6 سنوات قادمة. زملائي العمال، إن ممارسة حقك الدستوري ستكون رسالة للمستثمرين سواء عرب أو أجانب بأن مناخ الاستثمار في مصر هو مناخ جيد وآمن، وبالتالي سيأتي إلى مصر العديد من المستثمرين، وبالتالي سيصب هذا في مصلحة العمال. صوتك أمانة، انزل شارك، مصر تستحق. ابدأ بنفسك علشان نكمل المشوار. في 4 مرشحين، في الرئيس السيسي، في حازم عمر من حزب الشعب، في فايد زهران من خلفية اشتراكية والحزب المصري الديمقراطي، في دكتور عبد السند يمامة من حزب الوفد. يعني اللي عايز أقوله إن في كل ألوان الطيف السياسية ممثلة في المرشحين للانتخابات. عليك أنت وبكل أمانة ومصداقية مع النفس أن تحكم بينك وبين نفسك، أي هؤلاء المرشحين أقدر على قيادة دفة الوطن. مهم ألا نفرط في هذا الحق وأن نتمسك بإعمال مواطنتنا كمصريين. أنا متأكد أن المصريين داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر سيضربون أروع الأمثلة في النزول إلى اللجان الانتخابية في كل أنحاء مصر. انزل وشارك، وإوعى تستغنى عن حقك أو تتخلى عنه.